المواهب والإمكانات والقدرات الكبيرة قوي اللي عند أطفالنا وأولادنا وبناتنا في مختلف محافظات الجمهورية. المسابقة دي بينظمها حزب مستقبل وطن بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. في مسابقتنا النهاردة يكون معنا فرقتين جداد، واحدة من الجيزة والتانية من محافظة السويس. نتعرف على أول فرقة معنا في المسابقة وهي فرقة مدرسة بهرموس الإعدادية. الفرقة التانية اللي معانا النهاردة هي مدرسة معاذ بن جبل الإعدادية بالسويس، نرحب بيهم. أهلا وسهلا بكم. مدرسة بهرموس الإعدادية من محافظة الجيزة بيمثلها محمد هيثم صلاح، دنيا عماد الدين، ملك سعيد إبراهيم عبد المجيد، منة طلاع عباس، وحبيبة عطلة صلاح. أهلا بيكم. أهلا حضرتك. معنا كمان من مدرسة معاذ بن جبل الإعدادية بالسويس بيمثلها الفريق الأساسي حسن وقام إبراهيم، إسراء محمد علي، شهندة أحمد محمد حسني، وآيات محمد محمود، وروان علي عبد العاطي. أهلا وسهلا بيكم. عايزين نشجعهم كده يا جماعه في البدايه، سقفوا لهم، رحبوا بيهم. معانا بقى الاحتياطي كمان، الفرقه الاحتياطي بيمثلوا روان محمد فرج، حبيبه مصطفى ابراهيم، يوسف وليد محمد، ياسمين محمد مصطفى، وسهى هاني. دول الاحتياطي بتوع مدرسه معاذ بن جبل. اهلا وسهلا بيكم. الفريق الاحتياطي بتاع مدرسة بهرموس إسراء أسامة علي، فاطمة وليد عبد السيد، رانيا محمد إبراهيم، ياسمين درويش، وندى محمد. أهلا وسهلا بكم، نرحب بيكم. طيب قبل ما نبدأ لازم أعرفكم شروط وتفاصيل المسابقة والقواعد الخاصة بالمسابقة. المسابقة النهاردة معانا مكونة من مرحلتين. المرحلة الأولى هي الأسئلة العلمية، دي عبارة عن ثلاث أسئلة في المنهج وفي التاريخ والدراسات والعلوم اللي انتوا درستوهم، مفترض عارفينهم كويس. كل سؤال في المرحلة دي بخمس نقط، خمس نقط مهمين تحتفظوا بيهم. طيب لو فريق معرفش يجاوب على سؤال أو أجاب إجابة خاطئة، فوراً بنروح للفريق التاني، لو عنده إجابة بياخد درجتين، لو ما عندوش الإجابة أو أجاب إجابة خاطئة بنخصم منه درجتين. دي المرحلة الأولى من المسابقة اللي هي المسابقة العلمية أو الأسئلة العلمية. المرحلة الثانية هي أسئلة المعلومات العامة، ودي هنركز فيها قوي لأن أسئلة المعلومات العامة هم سؤالين صحيح، لكن كل سؤال فيهم بعشر درجات. على مدار المسابقة عندنا بعض وسائل المساعدة اللي ممكن تستعينوا بيها. في المرحلة الأولى أول وسيلة مساعدة هي الاستعانة بالفريق الاحتياطي اللي احنا لسه مرحبين بيهم دلوقتي. دي بتقدروا تستعينوا بيهم على مدار فترات المسابقة كلها في أي مرحلة، سواء في المرحلة العلمية أو في مرحلة المعلومات العامة. لكن وسيلتين المساعدة التانيين وهي تبديل سؤال أو تبديل لاعب من الفريق، دول بيكونوا في المرحلة التانية فقط وهي مرحلة المعلومات العامة. واضحة الشروط؟ طيب هنبدأ مع بعض بسؤال السرعة. سؤال السرعة هو سؤال سهل ما تقلقوش منه خالص، لكن المهم فيه ان احنا نجاوب بسرعة. الإجابة بسرعة بتضمن لنا ان احنا نتسأل الأول، وكمان ان احنا نختار نموذج الإجابة اما ألف او ب. نبدأ مع بعض. سؤال السرعة اللي زي ما قلت لكم هو سؤال سهل المرة دي مش صعب، هو كم يبلغ طول مجرى نهر النيل؟ بهرموس داسوا على الباز أسرع، نسمع الإجابة. 6650 كيلومتر. وإجابة صحيحة.